السلام عليكم. بعد أن قالت المحكمة الاتحادية كلمتها وأسقطت، يبدو أنها أسقطت جميع الأسباب اللي تتحجج بها حكومة إقليم كردستان في امتناعها عن تسليم العائدات بمختلف مسمياتها، لا سيما وإن بغداد ستقوم بتسليم مبالغ كبيرة للإقليم عن رواتب الموظفين عن طريق البنوك الحكومية، وعلى الإقليم مراعاة ذلك والالتزام بتسليم الإيرادات، هكذا يقال في الحكومة الاتحادية. النفط، الإيرادات النفطية منها يبدو أنها مؤجلة على اعتبار أنه الاتفاق حولها منجز، فيما الأمور الفنية المتمثلة بتداعيات قرار محكمة باريس هي وحدها ما تعيق التنفيذ، لتبقى معضلة غير النفطية المتخالف عليها، فلا يوجد تعريف صريح حتى الآن يفصل بين من هي حق لخزينة الدولة ومن منها حق للإقليم، وهذا يحتاج إلى جولات من المباحثات المكثفة بين ديواني الرقابة المالية المركزي وديوان الرقابة في الإقليم. فهل زيارة وفد الديوان الاتحادي إلى أربيل سيبحث هذه الإشكاليات لحلها بالسرعة الممكنة، أم أنها زيارة فنية روتينية لمراجعة قوائم تبويب القروض المصروفة للإقليم خلال الأشهر القليلة الماضية، وإلى أي حد ستلتزم حكومة أربيل بكشف أوراقها كاملة أمام بغداد، وما العراقيل التي تمنع تحقيق ذلك، وهل إقرار قانون النفط والغاز والمنتظر علامة فارقة في حل أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وإقليم كردستان، وهو ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها بعد أن لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته الدور الأقوى في تأجيج حدة الخلاف بين الطرفين على مدى سنوات. سكوت لحد هذه اللحظة في حكومة إقليم كردستان على القرار الأخير اللي أصدرته المحكمة الاتحادية، وأيضا من جانب بغداد الموقف غير واضح، فهل سيطبق أم لا هذا القرار وما هي تداعياته؟ رحب بكم في حديث العراق لهذه الليلة، وأرحب بضيوفي الأستاذ عادل المانع عضو المرصد الوطني للإعلام، ومن البصرة القاضي والوزير السابق الأستاذ وائل عبد اللطيف، ومن أربيل الأستاذ ريبين سلام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. حياك الله أستاذ دكتور ريبين، وأبدأ وياك أنه لحد هذه اللحظة شنو موقف حكومة إقليم كردستان من قرار المحكمة الاتحادية؟ هل ستمضون به؟ هل يعني تتقدمون باعتراض لجهة ما؟ قرار ليش ما مرضي بالنسبة لكم، مرضي بالنسبة للسليمانية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك دكتور محمد ولضيوفك الكريمين وكافة المشاهدين. والله مسألة مرضي أو مش مرضي، إنها مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء للحكومة الفيدرالية ورئيس مجلس الوزراء لحكومة إقليم. يعني المسألة يعني على أساس الخصومة أصبحت المدعى عليهما مجلس الوزراء في إقليم كردستان ومجلس الوزراء في بغداد، بحيث أجبرت القرار بأن رواتب الموظفين يجب أن يصرف، ولكن كما يقول المثل الشيطان يلعب في التفاصيل. يعني هل تفاصيل أعداد الموظفين تمت اتفاق عليها أو لا؟ الاتفاقيات التي وصل إلى مراحل متقدمة بين حكومتي المركز وإقليم كردستان إلى يعني أين تكون مصيرها؟ وهذا التدخل هل يعتبر تدخلا في مسائل الانتخابات في إقليم كردستان من جهة، ومسألة الرواتب للموظفين والميزانية من جهة أخرى؟ فإنها أصبحت كأنه أصبح المشهد نوعا ما معقدا أكثر، لأنه الاتفاقيات التي تمت بين الحكومتين كانت قريبة، وكان هناك نية مثلا تعديل النصوص الميزانية، الفقرات الخاصة للميزانية الثلاثية. فالآن هذا السؤال اللي وجهته يعني لحكومة إقليم، هل يلتزم، هل
يرحب أو لا، يجب حكومة المركز أيضا، يعني حكومة سيد السوداني أيضا يجب أن يجيب على هذا التساؤل أيضا، لأنه الاثنين أصبحوا في موقع المدعى عليهما. فبالشق المالي، من الناحية المالية، من الناحية المالية العبرة بالنتائج تقول المثل. فإذا نتيجة بالنتيجة تكون رواتب المستحقة للموظفين تصل إلى الموظفين، فهذا هو اللي نريده يعني. فيقلب كردستان لا يمانع، ولكن كملاحظة شنو الاعتراض بالنسبة لكم؟ هناك ملاحظات على هذا القرار برمتها. فبالشق المالي تمام، على سبيل المثال يعتبر ضد مادة 117 المعترف به السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لإقليم كردستان. الدستور العراقي مادة 117 اعترف بسلطات الإقليم الثلاثة بشرعيتها وبإمكانيتها وأهليتها وجهوزيتها حتى تمارس دورها التنفيذي. دكتور ريبين تسمحني الآن؟ هذا قرار ملزم، لا يمكن يعني وفق النظام الإداري والقانوني العراقي قرار المحكمة الاتحادية ملزم للكل. المحكمة الاتحادية قالت لأعلى سلطة تشريعية في البلد، لأعلى سلطة يعني في العراق، رئيس مجلس النواب، اطلع طلع. اليوم لما تتحدث المحكمة الاتحادية فهي أعلى سلطة وقراراتها ملزمة للجميع. إقليم كردستان يلتزم أم لا؟ لا، مسألة يعني خلينا نتفق على مسألة معينة دكتورنا الفاضل. دور هذه المحكمة الفصل بين السلطات، السادة الضيوف وحضرتك على دراية بأن فصل بين السلطات واختصاصاتها أصبحت مبدأ عاما في تعامل في النظم السياسية والتعاملات الحديثة، لأنه المحكمة ليس من اختصاصه أن يعدل النص القانوني. دور المحكمة هي تفسير النصوص الشائكة المعقدة الغير مفهومة، عليها ضبابية غير واضحة، سوف تقوم بتفسيرها. ولكن المحكمة في بعض الأحيان، هذه المحكمة بعض القرارات منه كأنه يعدل التشريع، يعني هناك تشريع مثلا للقانون الانتخابي في كردستان منذ سنة 1992 رقم واحد. سؤالي واضح دكتور. كيف تقوم المحكمة تقوم بتعديل القانون؟ دكتور سؤالي واضح، هل ستلتزم أم ستعترض؟ يعني ستعترض؟ هذه اعتراضات اللي أسمعها من حضرتك، هل هي هذه الاعتراضات نفسها لو هذا رأيك؟ لا هذا الرأي الشخصي، ولكن رأي إقليم كردستان لحد هذه اللحظة كحكومة إقليم لا توجد بيان رسمي، ولكن كديمقراط الكردستاني أشار في بيانه بأنه على شقين رئيسيين. الشق الأول إنها قرار غير دستوري، ونثبتها بأنها مخالف مع النصوص الدستورية، المادة 117، مادة 126 فقرة رابعة، ومادة 141 من الدستور، إنها تعتبر متناقضا تماما مع ثلاث مواد دستورية واضحة. تمام، أنا عندي خليني أنتقل للبصرة. وقال البيان في للديمقراطية الكردستانية بأننا نستمر بمرحلة التفاوض مع السيد السوداني لوصولنا إلى حلول يرضى الجميع. عندي من البصرة الأستاذ وائل عبد اللطيف. أستاذ وائل عبد اللطيف رجل خبير وخبرته طويلة جدا في المناصب الإدارية وفي القانون أيضا. أستاذ وائل حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لحضرتك ولضيفك الكريم ولكابر ومشاهدي القناة الكرام جميعا. القرار الأخير للمحكمة الاتحادية، هل هو قرار صحيح؟ هل هو قرار ملزم للإقليم أم لا؟ كل قرارات المحكمة الاتحادية العليا اللي هي المحكمة الدستورية تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات الكافة فيما فيها إقليم كردستان. وهذا هو منطوق المادة 94 من دستور العراق لعام 2005، والذي صوت عليه الكرد كما صوت عليه العرب والآخرين. فبالتالي لا يجوز أن ننقض أو نستأنف أو نطعن
بقرار المحكمة الاتحادية العليا لأنها أعلى محكمة في العراق، وبالتالي قراراتها ملزمة إلى الكل، إلى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وإقليم كردستان. زين، وإذا الآن الإقليم يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني عنده اعتراض على هذا القرار اللي بالصدر وشفته، يقول لك هذا القرار مو دستوري، المحكمة الاتحادية مو وظيفتها، هاي مو وظيفتها تعدل تشريعات، وهذا تشريع، هاي تشريعات، وين يروحون الآن؟ شنو ملزمين لازم يطبقون؟ إذا ما طبقوا ايش راح يصير؟ يعني هم الإخوان الكرد يفسرون قرار المحكمة الاتحادية بأنه غير ملزم، يعني هل تحولوا هم إلى المحكمة الاتحادية العليا حتى نستهم؟ أستاذ محمد تعطيني شوية إحاطة بالوضع بين العراق والإقليم كردستان. تفضل. 1923 ظهرت المعارضة الكردية، إلى 1943 الجيش البريطاني أنهى كل هذه الأمور. 1946 أعلنت جمهورية مها آباد الكردية في إيران، محمد قاضي ومصطفى البرزاني. طالبت الأمور بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، فأعدموا محمد قاضي في نفس المكان اللي أعلن به جمهورية مها آباد. 1958 عبد الكريم قاسم استدعى الملا مصطفى البرزاني، وبعد مفاوضات فشلت المفاوضات وعاد ملا مصطفى البرزاني إلى الجبل ليستأنف القتال من جديد. ولم تنتهي هذه القضية إلا في 68 عندما بدأ أيضا صدام حسين أن يحل المشكلة بين العراق وبين شمال العراق، وعندما أعلن قانون الحكم الذاتي رفضوه الأخوة الكرد وعادوا إلى الجبل، مما دعا أن نعطي نصف شط العرب إلى إيران لكي لا تقدم دعم إلى الجانب الكردي. يعني خسرنا نصف شط العرب، خسرنا أشياء كثيرة جدا، وتوقفت الحركة الكردية. 2003 استقبلنا الأخوة الأكراد بباقات الورود، ماذا تريدون؟ نريد إقليم، هذا الإقليم، صلاحياتكم، قوانينكم، سلطاتكم سوف تبقى إن لم تتعارض مع دستور العراق. من 2004 إلى ما قبل سنتين تجد مادة في قانون الموازنة تنص على إقليم كردستان أن يسدد الديون المترتبة بذمته من خلال تدقيقات ديوان الرقابة المالية وبعض الجهات المختصة، وهي إلى اليوم لم تسدد هذه الديون. الإقليم بهذه الحالة يكون كمثل المحافظة، المحافظة ما يأخذون منها رسوم وضرائب وجمارك وكل الواردات اللي تجي للمحافظة تتحول وين؟ إلى وزارة المالية. عجب الواردات اللي تجي إلى إقليم كردستان ما تتحول إلى وزارة المالية، ليش؟ ومين أكو فد مبدأ قانوني يقول والله الإقليم يتمتع بالنفط والغاز بعد 2014، الرسوم، الضرائب، الجمارك، ومعروف الجمارك الجد اللي يستحصرون عليها، وإذا نتفاجأ بأن الموظفين ما عندهم رواتب. طيب وهاي الواردات اللي عندكم اللي موجودة وين قاعد تروح صراحة؟ يعني وين قاعد تروح؟ انتم عندكم رسوم المطارات والرسوم والضرائب والجمارك وإلى آخره، جمارك رسمية وجمارك أخرى غير رسمية، وكلها هاي تعتبر أموال تأتي إلى إقليم كردستان. يا أخي النزاع بين الحكومة الاتحادية والأخوة في كردستان طويلة ومعقدة ومتعبة. الآن دخلنا على المادة 140، ودخلنا على كركوك، ودخلنا على رواتب الجيش مرقة، ودخلنا على أن هل لن الجيش مرقة يتبعون القائد العام القوات المسلحة لو يتبعوا الرئيس الإقليم الأسايش وما إلى ذلك من قوات لديهم. هذه كلها بصراحة مشاكل غير محمولة ولن تحل. زين، هاي القرار، هذا القرار أستاذ وائل، هذا القرار ضاف تعقيد لو وجد حل للموضوع؟ لا، بالتأكيد وجد حل. هم أصلا موظفين الإقليم يقولون يا بنقلوا رواتبنا من يمكم، هم الموظفين الظاهروا بالسليمانية والظاهروا في أربيل والظاهروا في دهوك، قالوا إحنا نريد رواتبنا من الحكومة الاتحادية. فخرجت المحكمة الاتحادية بحل ممتاز للأمور، تبدو الرواتب منا تصير على المصاريف ويأتون يأخذوا رواتبهم.
وفروع كل المصابق راح ياخذون رواتبهم وزيح. لكن هم ما يبدون ينطون لا النفط ولا يلتزمون بقرار فرنسا الاي سي سي. ليش منظمه ما يلتزمون؟ يقول لك احنا ما ننطي هاي النفط والغاز، هذا حقنا مو حقكم. وبالتالي طب اكو نفط وغاز في البصره، اكو في العماره، اكو في الديوانيه، اكو في الكوت، اكو في يعني ذني هم اذا راحن على مسعى تقليم كردستان معناته الحكومه الاتحاديه ما راح تحصل شيء. تمام. البصره تحتفظ بنفط الغاز، والعماره تحتفظ بالكوت واربيل، وهذا يصير نوع من التغابن لحقوق الشعب العراقي، لان ثروه النفط والغاز سيظل كل الشعب العراقي في الاقاليم. واضح استاذ وائل. استاذ عادل، هذا القرار يعتبرونه اقليم كردستان تعقيد، يعتبره استاذ وائل وكثير من الاراء في الحكومه الاتحاد، مو الحكومه الاتحاديه وانما السياسيين خارج الاقليم يعتبرونه حل، والسليمانيه تعتبره حل. كيف ممكن نتصوره؟ بدأ استاذ محمد، دعني ابارك للمؤمنين والمؤمنات ولاده صاحب العصر والزمان الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف. بدءا تحياتي لك دكتور محمد ولضيفيك الكريمين الاستاذ وائل عبد اللطيف والاستاذ ريبين. لا الحقيقه انا يعني اضم رايي الى ما ذهب به الاستاذ وائل عبد اللطيف على انه هو مساله حل لا مساله تعقيد لاسباب عده. لعل السببين الرئيسيين انه احنا مثل ما الان سمعنا من الأخ ريبين أنه يدفع باتجاه الدستور وتطبيق الدستور والقوانين، ويجب أن لا يكون القفز عليها، كما ذهب إلى الإشارة على أنه الديمقراطي الكردستاني هو يعني يعتبر قرار المحكمة الاتحادية قرار غير دستوري مستند إلى المواد الدستورية 117 و126 و141. أقول انه اوليس الشعب مصدر السلطات في الدستور العراقي؟ اوليس الدستور يذهب على انه النفط هو ملك للشعب والاموال العائده منها هي اموال شعب؟ زين. فبالتالي المطالبه التي جاءت من اقليم كردستان من موظفين كردستان من شعب عراقي يقطن المنطقه الشماليه من العراق اللي هي اسمها اقليم كردستان، فبالتالي من الأولى بالمحكمة الاتحادية أن تذهب لإنصاف الشعب وليس لإنصاف السياسيين، لأنه إقليم كردستان بصراحة إذا ما تتبعنا أسأل الأستاذ وائل يعني إحاطة جميلة بدأها من 1923 وصولا إلى اليوم. زين. أنا أقول من 2003 صعودا الإقليم للأسف الشديد يعني تعامل مع الحكومة المركزية تعامل ندي أحيانا، الند للند، وتعامل في كثير من الأحيان الأخرى على أنه هو دولة مجاورة، هو دولة مجاورة إلى دولة ما يسمى بالعراق بال15 محافظة الأخرى، وهذا كان متضمن حقيقة ملموس من خلال الخطابات حتى من خلال التصريحات. زين. من خلال التصريحات جانبك التابع أي مسؤول كردي لما يذكر الإقليم ويذكر مع قباله شنو العراق، وكأنه هو يعني منفصل عن العراق، هذا الخطاب معه. ولهذا المحكمة الاتحادية أنا بتقديري اليوم يعني أسقطت ما في أيدي الإقليم من مبررات ومن ذرائع ومن طبعا خلينا نفترض أنه الإقليم هسه الحزب الديمقراطي الكردستاني عندهم رأي واضح يقول لك هذا الموضوع مو دستوري ولا كذا ولا كذا، هسه الإقليم ما نفذ هذا، شنو اللي راح يصير مثلا؟ لا مو هو هاي ايضا اشكاليه. اي شنو اللي راح يصير؟ الاشكاليه استاذ محمد احنا عندما نتحدث عن الاقليم يروح بال المشاهد والمتابع البسيط الكذا على انه الاقليم بعنوان اقليم كردستان بعنوان الكردي معناتها انه كل الاطياف السياسيه الكرديه هي مشتركه بصناعه القرار. لا زين. اليوم رسما نعم ما شفنا شيء من رئاسه الاقليم ولا شفنا شيء رده فعل من حكومة الإقليم، ولكن هو السؤال من صانع القرار السياسي ومن يتحكم بمقاليد الحكم؟ يعني منو؟ الديمقراطي الكردستاني. تمام. إذا الديمقراطي الكردستاني معترض والديمقراطي الكردستاني
يعني كانه ماس البيان مالته ما يريد ينفذ هذا الموضوع، يقول لك هذا مهم لا ينفذ، اذا ما نفذ ايش راح يصير؟ لا ينفذ لانه ما صار قيمه اصلا للقرار. لا لا شو ما صارت قيمه، هو القرار بشقين، الشق الاول اللي ملزمه بحقوق الحكومه الاتحاديه حكومه السيد محمد الشاع السوداني لابد لها من تنفيذه وهي جاده في تنفيذه زين. ولكن هسه مثلا الوفد اللي ذهب من ديوان الرقابه الماليه، طبعا احنا عندنا حتى يعني لا نترك التاريخ، عندنا ديوان الرقابه الماليه ذهب في سنه من السنوات يعني في السنوات المتاخره ولم يحظى بقبول من قبل اقليم كردستان واغلقت الابواب في وجهه زين. اليوم اما ديوان الرقابه الماليه اما رايح ما اساني ما عندي يعني جدول اعمال ديوان الرقابه الماليه، ولكن العام بالاغلب على انه المفرده الاولى اللي راح يناقشها هي قضيه اعداد الموظفين الذين سيتم توطينهم كما ذهبت المحكمه الاتحاديه في قرارها. تمام، لانه اكو مشكله باعداد اعداد الموظفين. طبعا تقليم شوف انا تابعت مع الاخوه باللجنه الماليه بمجلس النواب ذكروا لي انه الرقم التقديري تقريبا المعتمد خلينا نقول باللجنه الماليه كاعتماد رسمي 680 الف موظف في اقليم كردستان. 680 الف موظف، بينما حكومه الاقليم تدعي على انه هو ما يزيد عن مليون. مليون موظف؟ نعم، تدعي انه ما يزيد عن مليون موظف بثلاث محافظات. اي بثلاث محافظات، وهي كارثه يعني هسه انت عندك يعني بكل العراق تقريبا ثلاثه الى اربعه وكسر اي ويعني بمعنى انه 25% من سكان اقليم كردستان موظفين، وهذا محال ان يكون في كل دول العالم مو بس بالعراق. يعني هسه العراق عندك 15 محافظه التعداد مالتهم 4 مليون، 15 محافظه ايش قد تشكل نسبتهم السكانيه؟ بد 32 الى 36 مليون بعيدا عن اقليم كردستان، من 4 الى 5 يعني مو اكثر من هذا. زين اذا لو فرضنا انه 4 عندك 25% مليون 25% معقول معقول. اذا اكو هناك جنبه من القضايا اللي تحدث عنها الاستاذ وائل عبد اللطيف، احنا يعني في سابق من الايام تحدثنا كثيرا عدم الشفافيه وعدم النزاهه في مواطن كثيره، منها موطن اعداد الموظفين اللي هذه بها مجموعه من رواتب. احنا نتحدث عن ما يقرب من 400 ألف وظيفة وهمية تسجل لها أرقام وظيفية وبدرجات وعناوين. خلينا نقول هاي 400 ألف وظيفة في الإقليم يعني الآن وهمية. الآن إذا ديوان الرقابية وفق إحصائيات اللي عنده ومجلس النواب وزارة المالية اللجنة المالية ووزارة المالية أجمعوا على أنه 680 ألف موظفين الإقليم زين اللي راح يتوطنون، يعني عندك 400 ألف. طبعاً. ألف واحد تمام دكتور ريبين، 400 ألف موظف وهمي راح يطلعون من إقليم كردستان، وهذا اللي يتخوفون من عنده حكومة إقليم كردستان من أنه الرواتب تكون توطن على المصارف الحكومية. هذا الحديث اللي يدور الآن في الأوساط السياسية هنا في بغداد، شنو عندك؟ دكتور محمد، يعني إذا تسمح لي يجب أن يكون هناك شوية متسع من الوقت حتى أكيد. تفضل إليك الوقت يعني تفضل بعد إذن السادة الضيوف حتى نفك هذه القنابل اللي يخلوها في كل بيت من الآمنة للشعب العراقي من خلال تلفزيوناته. زين اكو لا خليك بالسؤال بعدين ارجع للتعليقات حتى تستغل وقتك. 680 ألف مسألة، هذا العدد من زمن السيد العبادي عندما تم تسجيل البيومتري للموظفين وصلت الى هذا الرقم. مليون موظف؟ يعني من هذاك العام اللي كان سيد العبادي كان رئيسا للوزراء زين. والعملية يتم من خلال موظفين تابعين للمركز. والسيد المانع تحياتي أستاذ عادل المانع تحياتي لجنابه، هذا الرواتب والشهداء أيضا ورواتب
ثورة كردية دامت 100 سنة كلها على هذا. يعني قصدك هذا المليون، المليون لو أكثر من مليون، يعني تقصد به الموظفين والشهداء وغيرهم؟ ليس الموظفين اللي حيرزقوا يكونوا لابسين قاط وجايين مسجلين نفسهم. عندنا شهداء، عندنا آلاف البيوت خربانة، عندنا عملية كيميائية 6000 7000 شهيد عندنا بس بهلبجة. كوارث الثورات الكردية والأنفال. تقصد دكتور ريبين، دكتور ريبين تقصد انه هذا الرقم المليون هو ليس فقط موظفين وانما طبعا الشهداء؟ طبعا من ضمنهم الشهداء، في 182 الف عوائل بعمليه الانفال دفنوهم، يعني دفن نظام البايد وهم احياء. في 7000 8000 شهداء في انتم شهداء ما عندهم رواتب يمكم؟ ما ياخذوا الدبل اصلا؟ استاذ ليش هو الدم الشهيد يمكم؟ الدم الكردي يعني مثلا تعرف دكتور محمد نفس الشهيد نفس الدم نفس العراقي يحتسب 500,000 الشخص الشهيد في اقليم كردستان ولكن في وسط الجنوب يحتسب 1000. ما الفرق؟ لا استاذ ريبين اذا 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 تسمح لي المحكمه العراق وشمال العراق الحبيبه يكون ولكن دمه شنو ارخص؟ اذا 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 تسمح لي هذا مواطن، لا هذا مواطن على حال اي مواطن. لا لا استاذ ريبين اذا تسمح لي باختصار، اذا تسمح لي اذا تسمح لي بس اوضح وجهه. اولا هو يعني بس خليني اوضح اذا ما في مجال اني تفضل تفضل ما كملت. مساله ثانيه، نحن لم نق استاذ استاذ وائل استاذنا والدكتور الفاضل تحياتي لجنابه، مساله اقليم كردستان لم يرسل يعني هيك من باب الطاب بدون سبب، لم يرسل موارده مثل المحافظات الاخرى، لم لا هذا ليس بصحيح. هذه الفكره في شباط 2014 تم قطع الميزانية من إقليم كردستان، ماذا تفعل؟ وداعش في أبواب أربيل 20 كيلومتر بعيد داعش مني. يعني هذا حالة صارت مرة، داعش يجي يحتل أربيل. هذه حالة صارت مرة، صارت لمدة سنة، أحارب 4 سنوات وبغداد ما يدز لي شيء. زين، يعني قبل أن برميل واحد نفط ولا برميل من بعد لبرا العراق وانقطع الميزانيه من اقليم كردستان، ماذا يفعل اقليم كردستان؟ تمام، هذا في 2014 ما بعدها ما قبلها انقطعت الميزانيه من اقليم كردستان، حاربوا من قوتنا، بعدين بالشهر الخامس بعنا النفط. يعني 3-4 اشهر انت بجيوب فاضيه تقعد هيجي والداعش تحارب وما لازم تمد ايدك عليه واني ما ادز لك الميزانيه رموت جوعا بالزاويه يعني؟ زين تمام. بالنسبه للمنافذ دكتور ريبين، بالنسبه للمنافذ الحدوديه، بالنسبه للايرادات الاخرى مقطوع سابقا مقطوع. احنا 12 مليار سابقا لما يكون هذا نصف النص القانون منفذ في اقليم كردستان سابقا منذ زمن السيد الكاظمي اصلا. تمام زين، شنو اوكي تمام، شنو اعتراضكم يسوي كزدوره؟ دكتور ريبين شنو اعتراضكم على انه هسه قبل شويه كنت تعترض حضرتك تقول انه يتعاملون مع دم رخيص ودم غالي، ابن الجنوب يختلف عن ابن الشمال؟ تمام الان الان الان, الآن بس اسمح لي خليني اكمل سؤالي يا بي، وهذا يريد ما يحسبه اصلا. تمام خليني اكمل سؤالي، يقول لازم تكون رابط يعني هيك لابس خليني اكمل سؤالي بس خليني اكمل سؤالي أرجوك بس اسمح لي. الان اذا اليوم الحكومة الاتحادية أو المحكمة الاتحادية أو أي شخص هنا شعروا أنه الموظفين في الإقليم ما قاعد توصلهم رواتبهم، نسبة الفقر في الإقليم بسبب هذا التلكؤ بسبب هذا الخلاف قاعد تصاعد، الناس ما قاعد تأخذ رواتبها، حولوها على طريقة أسهل، بس اسمح لي، حولوها على طريقة أسهل هي البنوك الاتحادية. الآن في بغداد في الجنوب في أي مكان الموظف راس الشهر يستلم راتبه وبكل سهوله وما حد يتدخل بيه، انتوا ليش معترضين على موظف يستلم راتبه حاله حال اي شخص بالعراق؟ ما معترض، خليتم هم ما يقولوا هيجي خليتم بس انا معترض على جزء غير دستوري. اقول عرفت لجنابك يعني مخالف لنصوص دستوريه
واصلا تدخل لقانون الانتخابات قلت لا قضيه رواتب الموظفين دستوريه ما بيها مشكله؟ فيها تجاوز على سلطات الاقليم ايضا، قابل فيها تجاوز على سلطات الاقليم الكره الارضيه على وجه المعموره، يكون عنده فلوس هذه الاوراق الملونه ويكون شعبه جوعان وما يعطيها، اكو هيك منطق بالعالم؟ يعني هسه يريدوا يثبتوا بانه هم دزوها لاقليم كروسان، هم دزوا لاقليم كروسان حتى اقليم كروسان ما يوزعها. المشكله ليس بهالطريقه، يعني شنو يعني شنو اقليم كروسان ما مكمل 18 سنه مثلا؟ استاذ ريبين تسمح لي ما يعرف يوزع مثلا رواتب للموظفين. واضح اكو نظام فيدرالي ثاني بالكره الارضيه كلها، خلينا ندرسها. خلينا نجيب مثال اخر بامريكا بالدنيا. تمام انا استاذ وائل ينتظرني خل اروح على استاذ وائل وراح ارجع لك استاذ وائل. بس عندي تعليق اذا تسمح لي. اسمع تعليق انه هو ايهما اعرف بالدستور؟ المحكمه الاتحاديه لو الاخوه باقليم كردستان ايهما؟ هذا واحد. اثنين هذا التعكس على ما استلمنا موازنه، مو قاعد تروح لكم قروض، هو دفعات القروض هي الموازنه. تمام هي موازنه استاذ وائل. قضيه الموظفين جزء منا قروض يندفع. واضح قضيه الموظفين احنا عندنا مشاكل. احنا ما وصلنا لاتفاق منذ شهر الثاني 2019 نتفاوض، ما يحتاج هو اتفاق، هو ما يحتاج اتفاق. يعني اكو قانون يحكم يحكم البصره ويحكم العماره ويحكم اربيل ويحكم كل العراق. سيد بس تمام دكتور ريبين ارجوك خلي قسم وقتي في اربع سنوات خمس رؤساء غيرت. استاذ وائل قضيه الموظفين قاعد تثير، يعني انت اليوم قاعد تضع اقليم كردستان في خانه التقصير، قاعد تضع بهذا القرار وضعت سلطات اقليم كردستان في خانه التقصير امام الشعب في اقليم كردستان، واشرت على انه كانه مثل الاتهام انه انا قاعد انطيك اموال بس انت ما قاعد توزعها على الموظفين، انت ما عرف وين توديها. واحد قال 400 ألف وظيفه وهميه، واحد قال كذا، واحد قال كذا، فبهالطريقه اقليم كردستان يرفض هذه القصه بهالطريقه اللي ساقتها المحكمه الاتحاديه. استاذ محمد تحيه للاستاذ ريجين، يدافع عن منطقته حقه، ولكن أنا عندما تكلمت عن المديونية من إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية ترد في قانون الموازنة منذ عام 2003 إلى 2014. زين فشافوا الإقليم ما يدفع، ما يرضى يدفع الديون اللي عليه، فايش سووا؟ وقفوا حتى يدفع الرسوم المترتبة عليه. نشأت مشكلة جديدة وهو أنه الإقليم بدأ ينتج النفط والغاز وبدون علم الحكومة الاتحادية بدأ يصدر يودي على جيهان، ومن جيهان يروح إلى دول إحنا ما معترفين بها وبأسعار واطئة. أنت خلي هذا النفط مالك يجي عن طريق سومو لأن أسعاره أفضل، وبالتالي الأسعار اللي أنت تصدر بها يروح تركيا، ومن تركيا ما أعرف وين بعدين إلى أماكن ودول نحن لا نرغب بوصول البترول إليها. زين. بعدين هاي الأموال ما قعدت أيضا تجي إلى الحكومة الاتحادية، لهذا ما تعالجت المسألة، لأنه إذا 4000 وزير متقاعد عندكم أنتم 4000 وزير متقاعد ما يقبل هالعقل، يعني ما معقولة. 4000 ما موجود 4000، مستحيل هذا الرقم ما موجود. ما خليتوها تاخذ دورها معك 4000 حتى تتاكد. خليني اكمل استاذ وائل. لا بس هاي المعلومه اللي سقتها واقف استاذ وائل، يعني في الاقليم 4000 وزير متقاعد ياخذون راتب من الدوله، ايش قد رواتبهم ذولا؟ ايه حسب الاوراق اللي اطلعنا عليها وين موجود؟ وسائل التواصل وين موجود استاذ وائل؟ وين موجود يا قايمه؟ 4000 وزير متقاعد هذا فد رقم ما يقبل العقل بصراحه، يعني زين. احنا هسه وين من 2003 هذا 4000 من جينا ما عندنا هذا الرقم من الوزراء المتعاقدين، رغم انه وزارتنا اكبر واوسع. اكو 4000 وزير متقاعد اقل ما ادري ايه كم استاذ وائل؟ المساله الثالثه استاذ محمد، احنا عندنا
مطارات ناخذ ايرادات من عندها. مطاري السليمانيه واربيل ما تبعث رسوم. الجمارك عندنا قسم من عندها رسمي، وهناك 11 كما نسمع مو رسميه. بالتالي اللي يبدون من عندنا احنا ان ننطي للبيشمركه وننطي الى الموظفين، في حين الموارد الماليه الموجوده في داخل الاقليم اين تذهب؟ وسالها احد اعضاء مجلس النواب في اقليم كردستان في اربيل، قال بس جاوبونا قولونا الفلوس وين تروح، بس جاوبونا. وردت السكته مرتين ثلاثه رئيسه البرلمان، قالها خليني اكمل كلامي، انا قاعد اسالك اقول لك الفلوس مالتنا وين قاعد تروح؟ من فلوسنا احنا ما قاعد نعرفها وين تروح، فيجب ان نعرف احنا برلمان لازم نعرف اموالنا اين تذهب. هذا مو كلام يا استاذ ريزين، هذا كلام البرلمان الكردي. يا اخي انتم تنطون فلوس الحكومه الاتحاديه والسلام، ولا تعترفون بقرارات المحكمه الاتحاديه وتبدون فلوس قوة عليكم، تنطونا غصبا عليكم يا حكومه الحكومه. يعني هذا المنطق هيك تنطونا غصبا عليكم؟ وليش نعم. اذا هيك غصبا عليكم ليش 70 80 مره احنا وفود يروحوا وفود يجي؟ هذا مو اسلوب التعامل في اقليم كردستان. احنا 700 مره رحنا لبغداد وتفاوضنا، ومن شهر شباط 2019 نتفاوض. هذا لانه احنا هيك قاعدين نفرض شروطنا مثلا. تمام يعني جاوب على هاي المشهودات. ليش ما نتحدث؟ انا جاي راجعي من زمن سيد عادل عبد المهدي خمس ست مرات اني اوصل للنتيجه، وانت حكومتك يا اما يستقيل يا اما سنه واحده على سيد قاضي يداوم، يا اما سيد السوداني بس وصل لي نتيجه، يا اما يتدخل لجان ماليه ويتدخل المحكمه ويتدخل حتى ما يخليني اتفق. تمام استاذ وائل كمل كلامك. يمك ما في استقرار. استاذ ريفير انطيك ثلاث استاذ وائل مو خمس محاولات للكابينه الوزاريه يمك صارت. خليني اكمل خلي كمل وسجلها، انا راح ارجع لك يعني حتى راح ارجع لك. تفضل استاذ وائل كمل. احنا صار قصف على الشمال العراق، شمال العراق صار نشوف القصف، قالوا شمال العراق ماكو اصلا. لا بخير ان شاء الله. هذا هو النقطة. ودينا على الجيش وصل الى مناطق متقدمه، قالوا خلينا نسحب هذا الجيش لن نسمح له بدخول اقليم كردستان. طيب التفاوض على البيشمركه والاسايش واربع قوى احنا نحكي على رواتب عسكريه في الاقليم، ما نعرف ايش قد عددها. يعني الى الان الحكومه الاتحاديه لا تدري كم عدد الموظفين في اقليم كردستان. انت هسه تقلب الموازنه تشوف وزاره الخارجيه هذا العدد، وزاره الدفاع الهيئه هذا العدد، لكن الرقابه العدد الحقيقي الفعلي لاقليم كردستان. تمام استاذ ريبين ارجوك سجل الملاحظات وراح ارجع لك والله اخليك تجاوب عليهم وحده وحده. نعم اوكي تمام. هو الصوت شوي يتاخر بالوصول، انا اعتذر اذا يعني هذا فوزي بس براد يتاخر صوت. اعتذر راح ارجع لك اياها وحده وحده، راح احفظ كلام استاذ وائل وراح انلق لك اياها. استاذ وائل كمل كلامك. ولهذا لما بعثوا الان في ديوان الرقابه الماليه للوقوف على الرواتب قد مقدارها قد نسبتها، اثنين قد عدد الموظفين قد المتقاعدين قد الناس اللي متضررين بمؤسستي الشهداء والسياسيين، هذا كله لازم يكونهم فرصة كبيرة جدا حتى يتمكن ديوان الرقابة المالية أن يعد ويحصى، ويجون أخواننا الكرد ويانا في بغداد أو في مصارفهم يأخذوا راتب مثل ما احنا ناخذ راتب. طيب انتم ليش الأموال تروح إلى أربيل ويطلع شعبكم يتظاهر؟ بس احنا ما متظاهرين، بس شعبكم قاعد يتظاهر. وما وين الرواتب؟ لانه ما جاي ثلاث اشهر وشهرين، ما جاي منين؟ وارداتكم من النفط، وارداتكم من المطار، وارداتكم من الجمارك، وارداتكم من الرسوم، من 15/3 في المحاكم في الدوائر في كثير من هاي، وين تودونها؟ تمام استاذ وائل استاذ عادل
يعني انا حقيقه ما ادري، كان عندك تعليق قبل هذا؟ نسيته استاذ ريبين اخذ الكلام ونسيت تعليقي الحقيقه شنو نسيت. انا اريد اعطيه فرصه حتى يتحدث عن التفاصيل. لا هو اللي ذكرها الصوره استاذ ريبين يسمعنا، اخونا وعزيزنا وصديق علينا، احنا ما نريد يعني يصير الحلقه سجال بقدر ما يا اخوان نوضح هذا الراي عندنا كل واحد. اسمعوا هذا الراي عسى ان يكون يعني هو المفتاح للوصول الى حلول. يعني اقليم كردستان الى متى يبقى متمرد على الحكومه المركزيه؟ الى متى يبقى متمرد على المحكمه الاتحاديه وقراراتها؟ بحيث الرجال يقول لك احنا بحيث وصل الامر. لا يقول لك الرجال يقول لك احنا نجي ونتفاوض، مو احنا ما متمردين يعني. تتفاوض قال لك ليش احنا رايحين رجال اخي جاي. تتفاوض سياسيا 2000 مره رحنا للتفاوض. عزيزي استاذ ريبين تتفاوض، ما مانعينك من التفاوض، هذا تفاوض سياسي، تفاوض سياسي تبغي به مصالحك، كما اللي فاوضك ايضا كحكومه مركزيه تبغي مصالحها. ولكن وصل الامر، هي هاي النقطه، والحديث مو معك بشكل شخصي، الحديث على سياسه الاقليم. وصل الامر انه القرار مو هذا الاخير اللي قبله، المحكمه الاتحاديه وصفت بانها محكمه الثوره من قبل رئاسه الاقليم. هذا مشكله، هذا من قبل رئاسه الحزب الديمقراطي الكردستاني وليس رئاسه الاقليم حتى تكون واضحه. قبل رئاسه، وهذا هي الاشكاليه، انه انت تتعامل مع حزب كبير هو اللي يقود، هو اللي يصنع القرار وهو اللي يقود. يعني حتى الأخوة بالاتحاد الوطني يشكلون على الوفود اللي تجي إلى بغداد أنه إن لم يكن تمثيلها معدوم فالتمثيل مالتها واحد، شخص واحد من مجموعة طالباني رئيس اللجنة التفاوضية 38 مرة كان في بغداد. والأهم شنو حديثنا اللي هو استاذ ريبين اعترض على الدكتور وائل عبد اللطيف، يقول له شنو قضية يعني حديثنا مو اليوم على البيشمركة والجيش وكذا، اليوم حديثنا عن الرواتب. الرواتب يا اخي انا ادفع باتجاه اختلف مع الديمقراطي الكردستاني، اختلف مع مواقف حكومة الاقليم، واختلف مع رئاسة الاقليم، ولكن ادفع باتجاه انصاف المواطن العراقي الكردي. تمام دكتور ريبين، اذا مسجل حضرتك او اسالك اني، خليني الخص لك ما ذكره الاستاذ وائل عبد اللطيف وحضرتك اتفضلت عليه. اذا هذا التوقيت تعطيني وقت اكو اني اكون موجود. اكو جمارك، اكو جمارك غير رسميه وجمارك رسميه، اكو واردات تجيكم وتصيحون احنا ما عندنا موظفين منين نعطيهم فلوس، الحكومه ايضا تحول لكم وتقولون احنا ما عندنا منين نعطيهم فلوس ذولي، فجاوب على هاي الاشكاليه. طبعا بالنسبه لي ليش ما نتذكر ما يعني استاذ عادل ما اتشرف بالحوار مع جنابه، هو حوار منطقي ودائما يجب ان نحاول ان انها ليست جدل، انها مناقشه ممكن نكون على خطا او صواب، خصوصا انا اخوكم الاصغر بالحوار هذا. مساله الحكومات والتغييرات والاستقالات والحكومة المؤقتة وتصفير جميع الجهود في بغداد، لماذا لا نتذكر هذا؟ شنو؟ اللجنة المتفاوضة برئاسة سيد قباد طالباني اللي هو كان نائبا للرئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان، كيف تقول الاتحاد الوطني بانني لست على علم بانه يتم تفاوض وانني لا اكون على علم؟ 38 مرة هو رئيس اللجنة التفاوضية كان في زمن سيد عادل عبد المهدي، نوصل لنتيجة سيد عادل عبد المهدي يستفيد. 11 شهر استمر ويجي محاولة لسيد العلاوي، لسيد الزرفي، بعدين يجي سنة واحدة مؤقتة سيد الكاظمي، كل واحد يجي ويصفر مشهودات سابقة، ونحن نريد أن نوصل إلى ميزانية لسنة واحدة منذ شباط 2019. منذ شباط 2019 احنا لسنا امام استقرار في بغداد. الان سيد السوداني منذ السنين الاول 27 هو جاي. السؤال اللي طرحه استاذ وائل، وارداتكم وين؟ وارداتكم في 4/4 تبيعون نفط، دكتور محمد خليني بزك قبل الفرصه الله يخليك، قاعد اسالك يقول لك موالي وحدي تتوجه السؤال ضمن الجوابي ما يوصل فكره، والاساتذه ما
ما شاء الله كل واحد عنده ملاحظات هوايه يمكن غلطان ويصححوا لي. سيد السوداني في 27 تشرين الاول 2022 جاي للحكم وصفر كل المشهودات الماضيه. ما شاء الله احنا الحكومات اللي بيجون مو بس متفاوض مع اقليم كردستان، جميع المشهودات الحكوميه يتم تصفيرها، ولا توجد فرق بين التجدد والتصفير. كل واحد يجي يقول هاي زدت للوراء ونبلش من صفحه جديده. منذ تشرين الاول 27 تشرين الاول 2022 هذه الحكومه سيد السوداني جاي. يعني هسه ما كملت سنتين، هذا السنتين هل يتفاوض اقترب الى اي تفاهم؟ في شهر الثالث اتفقنا 4/4/2023 لجنه ماليه بالبرلمان العراقي ضرب كل الاتفاقيات بيناتنا ارض الحائط. ليش؟ هذه المساله ماليه بين وزاره الماليه ورؤساء الوزراء لازم نتفق. لا 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 مو تجي رئيس الوزراء يتفق معي من هنا ويتدخل مثلا محكمه هيجي من باب الاطفاء. طيب ليش بدها عليه هسه سيد السوداني؟ المحكمه سلطه اعلى. احنا مو خصم على اساس يعني المحكمه ليش احنا اثنيناتنا صرنا مدعي عليه؟ دكتور ريبين حتى ما توصلني للنتيجه بس تقترب الى نتيجه يدخل لك يا اما محكمه يا اما لجنه ماليه يا اما برلمان، فما تعرف مع مين تتفق. شلون يعني ما عنده سلطه؟ بس اجيب شخص او جهه خلي اني اتفق وياه. هو دكتور اي وعميل ما اتفق يا اما يستقيل يا اما سنه مؤقته يا اما هسه مثل سيد السوداني يصير له من هنا يتفق ويوقع في يوم 44/2023 كسروا كلمته. عندي شويه مداخله. قالوا توقيعك ما يمشي. زين نفس جماعه خلص تمام هسه فكرتك وضحت. هسه مو جماعه كشكلوا حكومة سيد السوداني ليش ضده؟ ليش ضد سياسته؟ زين تمام. استاذ وائل شنو مداخلتك؟ ارجوك باختصار. استاذ محمد 1991 الامم المتحده كانت ترسل 12.10% من الموازنه الى اقليم كردستان. ردنا سوينا قانون إدارة المرحلة الانتقالية، قلنا في مادة الإقليم يتكون من 3 محافظات فأقل. نريد ننطي واقع خاص إلى كركوك. فرحنا على بريمر قلنا له يمكن أستاذ مسعود شوي يتحرج من هاي، قال لا أنا راح أزودهم أسويهم 13%. صارت 13%. 17 إجت الوزارة مال إياد علاوي. صارت النسبة 17%. بمرور الأيام صارت النسبة 25%. لأن عندكم رئيس جمهورية وراتبة وحماياته 4000، عندكم وزير خارجية وحماياته 4000. شنو رئيس جمهورية 4000 عنده؟ يا أستاذ ريفين يا أخي يا عزيزي ليش ما تسوي إحصاء؟ إحصاء صدر من البرلمان العراقي ليش ما تنفذه؟ أربعة آلاف واحد حماية للرئيس الجمهورية. ليش ما تسوي احصاء؟ اوقف خلاص اسمع الطم هسه انت الطم. 4500 والعباس ابو فاضل 4500. 4500 واحد يقول رئيس الجمهوريه. الفوج الرئاسي صديق جلال الطالباني الله يرحمه برحمته الواسعه. ايه ويحل مشاكلنا كلها يحلها بصراحه. احنا بنصير عندنا مشكله نروح يم كاكا جلال يحلها. هسه انتم قاعد تعقدون المشاكل ما قاعد تخلونا نمشي وخذيتونا في امور كلش مزدحمه. يعني البلد بس احصاء سوي ما عندي مشكله يصير بامور وبقضايا وبكذا. انتم اذا ايضا تصيرون جبهه بهالشكل بهالاعتراضات بهالاحتجاجات بهالهذا احنا ما راح نقدر نمشي. تمام بقى عندنا وقت حتى اعلق. تفضل علق حتى اختم. لا انا استاذ ريبين يعني قال انه وكانه الاتفاق مع حكومه محمد الشيعي السوداني ومحمد الشيعي السعدي وكانه يريد يتلاعب بالاتفاق بينه وبين الاقليم. لا ساعه يدفع المحكمه مفهوم المعنى ساعه يدفع المحكمه الاتحاديه ساعه يجلس البرلمان. اولا الاتفاق بخصوص الموازنه والاموال ماضي الدليل
الدليل الموازنه اللي يوم 4/4 الدليل الموازنه اللي قدمتها الحكومه الى مجلس النواب العراقي هي بذات الاتفاق الذي جرى بين المركزي والاقليم. هذا واحد. اثنين، لو كان وليش يعدلوها هسه اخي؟ لو كان اكو، اذا هسه اسالك الموازنه المرسله من الحكومه بدون ما تمر باللجنه الماليه وبدون تعديلات، الموازنه كما هي التي جاءت من الحكومه الى البرلمان، توافقون وتصوتون عليها بدون قيد او شرط لو لا؟ الجواب بكل تاكيد نعم. ما كان بدون قيد وشرط اليوم 4/4 اخي، متفق عليه. لا تقول لي خالف الماليه وقفوا ضد، هذا راي يجب ان يحترم. ليش الثاني طلب التعديل؟ طيب كلام هذا هسه هسه ليش نعدل نصوص نصوص الميزانيه؟ ليش؟ ايه ليش؟ شنو ليش؟ ليش نعدله؟ ليش؟ لانه هم الاتفاق اللي صارت. تمام دكتور ريبين سلام، شكرا لحضرتك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من اربيل، شكرا لك. والله يراد مساعدتك استاذ وائل عبد اللطيف القاضي والوزير السابق من البصره، وشكرا للاستاذ عادل المانع عضو المركز الوطني للاعلام ضيفي في الاستوديو، واشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.